خلاص ماشي، ده الشيت بتاعنا بتاع ترانسفورم. هو 5 أسئلة. ممكن نبدأ بالأسئلة السهلة شوية اللي هي مش حاجة زي كده. إيه الإفكت بتاع الإنكريزنج والديكريزنج بتاع البين سايز فور هاف ترانسفورم؟ فده بيتكلم في إيه؟ بيتكلم في إن أنت لما تيجي تشتغل في الهاف ترانسفورم في السودو كود القديم بتاعنا اللي إحنا كنا شفناه في الأول، حاجة زي مثلا إيه؟ زي دي كده. كنت بتعمل ايه هنا؟ كنت بتديسكريتايز الثيتا، يعني كان في الثيتا دي من 0 من 0 ل 180 او من نيجاتيف باي لباي، فكل ستيب مثلا بتبقى درجتين درجه لغايه لما توصل من 0 ل 180. فالفكره بقى، السؤال اللي يطرح نفسه، المعادله دي لما تيجي توط لما تيجي تعوض بيها بتعوض بكام ثيتا من 0 ل 180؟ بس هما كام فعلا؟ هتقعد تجرب. فالفكره ايه تاثير انك انت تجرب بستيب صغيره وبستيب كبيره بالثيتا، وايه التأثير لما تديسكريتايز دي برضه بنفس الليفل؟ تعالوا نبص بقى على الحل. لو جيت تبص على حاجة زي كده، لو انت عامل البين سايز صغيرة فانت هنا بتديسكريتايز بليفل، وهنا بتديسكريتايز بليفل تاني اقل، هنا برضه نفس الكلام ليفل وليفل ونفس الليفل هنا. لما تيجي هنا تديسكريتايز انت بتعوض مثلا بالثيتا، فالثيتا هي دي، هتعوض بالثيتا دي بعد كده الثيتا دي بعد كده الثيتا دي وهكذا لغايه لما توصل لغايه 180. كل ما بتعوض بالثيتا بيطلع لك دي معينه، دي في الرينج ده. الفكره لما بتكبر البين سايز ده، لما بيبقى ده كبير، ممكن مره تعوض يطلع لك قيمه هنا في النقطه اللي انا واقف عليها دي، مره ثانيه تعوض بنفس الثيتا دي في حته ثانيه تلاقي قيمه هنا، تكاد تعوض بنفس الثيتا في قيمه ثالثه تلاقي قيمه هنا. فتلاقي ان انت الثيتا دي جابت لك لما ده بقى واسع بقى في كذا دي بيقع في نفس البند دي، وبالتالي حتى لو الديهات مختلفه، يعني لو الدي مثلا 2.3 2.4 2.5 وانت عامل الستيب واحد، فكل الكلام ده هيقع في البند دي. فايدتها ايه الموضوع ده؟ ان انت لو تفتكر حاجه زي كده مثلا، الاربعه دول مش بيرفكت يعني نفس اللاين، وهنا حتى ما تقطعوش بالظبط في نفس النقطه، هم تقطعوا في نفس البند، هما كلهم هيفوتوا في نفس البند دي، بس مش شرط يعني كلهم يتقاطعوا مع بعض، فاهمين قصدي؟ فده بيكون ظريف لما البين سايز يكون بيهندل حاجه زي كده، ده بيكون ظريف، بس بيبقى سخيف لو حاجه زي كده مثلا، لو انت البين مقسمها جامد فممكن تلاقي كل دول جم في بين واحده. طب لو انت قصدي يعني مقسمها جامد، قصدي الاستيب كبيره، طب لو كانت الاستيب صغيره زي كده، حاجه زي كده، لما تيجي في الحته دي كنت هتلاقي ان كل الفوتس دي راحت في اماكن مختلفه، قاعد تروح في اماكن مختلفه. بس طبعا انت لما بتزود البين سايز انت بتموديل لاينز كتيره، بتموديل لاينز بزوايا مختلفه، بتموديل لاينز بديستنس مختلفه. فلو انت عايز دقه انت ممكن تيجي هنا، لو عايز بس تقرب، انت عارف ان الصوره هتبقى نويزي وعايز تقرب الحاجات ممكن ايه تقرب هنا. بس الموضوع تريد اوف، وبيبان من بيبان بالحل يعني. انا مش شايف كلامي يتكتب يعني، فانت هتقول له هنا السمول بين سايز دي بتديتكت بتديتكت مالتي يعني ميني لاينز وذ ديفرنت اسمه ايه ده؟ وذ ديفرنت سلوبس اند اللي هو البي. بس الفكره كلها ان هي مش روبست للنويز، يعني اي نويز ممكن تخلي الفويس تتوزع لما تيجي تعمل ثريشولد تلاقي نفسك عملت ميسنج لللاينز اللي انت مهتم بيها. هنا برضو نفس المشكله، هنا في مشكله ثانيه، ان انت ممكن النويز تكون لاين وهو ما فيش لاين اصلا، بس هنا لو اللاين نفسه نويزي هتجيبه، ممكن تجيبه بزاويه الميل بتاعها مش اللي انت عايزه قوي، لان انت هنا مثلا هتبقى 0 45 90 105 وهكذا، فانت مش محتاج تزود الثيتات كتير عشان تعرف تجيب فاريانس في اللاين سلوبس. بس يعني هو ده كده الكلام اللي احنا المفروض نقوله في السؤال ده. السؤال الثاني، جنرالايزد هاف ترانسفورم. السؤال ده بيقول ايه؟ بيقول هل الجنرالايزد هاف ترانسفورم يعرف يديتكت الفولوينج شيبس دي؟ كومبليت موديل شيب، يعني الشيب اللي انت كنت اتعلمت عليه. طبعا شرحنا الكلام ده في الفيديو اللي فات ومش محتاجين نشرحه تاني. كومبليت موديل شيب ده اللي هو الموديل كامل باين قدامك في الصوره. روتيتد موديل شيب ده معناه ان انت الموديل اللي انت اتعلمت عليه ظاهر لك في الصوره بس لافف شويه. السكيلد موديل شيب نفس الموضوع، الشيب اللي انت اتعلمت عليه جاي لك بس كبير. بارشال اكلودد موديل شيب، الشيب اللي انت متعلم عليه جاي لك بس في حاجه في حدث فيه مش باينه، اللي في حاجات مثلا واقفه قدامه زي الشجره والراجل الرخم ده، فالعربيه مش باينه، انت متعلم العربيه فالعربيه باينه لك اجزاء منها. نفس الكلام هنا، السكيلد العربيه جايه لك كبيره. ايه المشكله في الحاجات دي؟ انك انت لما يبقى بارشال اكلودد معناها ايه؟
انك انت لما تيجي تفوت مش كل الايدجز هتفوت، لان انت في بعض الايدجز بتاعتك ما جاتش اصلا، ما ظهرتش، فمش هيفوتوا في السنتر، فاللي باينين بس هم اللي هيفوتوا. فايه اللي هيحصل؟ فالفوتس هتقل، بس الفوتس لسه موجود. عشان كده ميزه في الهاف ان انت الهاف لو عندك لاين متقطع من النص هيدتكت لك اللاين لان هو بيفوت. وبالتالي لو انت عندك حاجه كنت متعلمها وجات لك بس مش باينه كلها، بقيه الحاجات هتفوت. فطول ما هي في حاجات منها باينه بالقدر الكافي كلهم هيفوتوا في النص، فاعرف اتخيل ان كان في شكلين. الروتيتد لو تخيل انت متعلم اسمه ايه ده؟ شكل معين وجالك لافف. المشكله انت متعلم حاجه زي كده، متعلم ان انت الجريدينت لما يكون بالمنظر ده فوت في الفيكتورز دي، ولما الجريدينت يكون بالمنظر ده فوت في الحاجات دي. فلو تخيلوا المربع ده كان معدول، يعني كان هوريزونتالي اورينتد كده والايند هوريزونتالي وفيرتيكالي، كنت هتلاقي كل الجريدينتس يا اما لفوق يا اما يمين يا اما شمال يا اما لتحت، ان هي هتبقى عموديه على الايدج والده مربع، فكل الايدجز يا اما يمين يا اما شمال يا اما فوق يا اما تحت. فهتلاقي انك انت لما تلففه اولا مش هيبقى فيه ولا جريدينت هنا بيماتش مع اي ثيتا من هنا، فدي مشكله. فالروتيتد موديل شيب الهافت الجنرال هافت ترانسفورم مش عارف يتهندلها. طب السكيلد يبقى الروتيتد كانت مشكلته في الثيتات، السكيلد الثيتات لسه موجوده، هاجي هنا الاقي الثيتا لتحت فهاجي هنا، بس المشكله ان الفيكتور نفسه بتاع الفوتنج هيبقى مختلف. ده كان لو لما كان هو صغير كده كان بيفوت في ديستنس معينه في اتجاه معين، هنا لما يفوت بنفس الديستنس في اتجاه معين هتلاقيهم كلهم الفوت بتاعتهم تاهت، مش مبقوش في نفس النقطه، وبالتالي مش هتعرف تثبت الموديل. طبعا الكومبليت موديل شيب اللي هو ظاهر لك العربيه دي بس ما فيش حاجه قدامها ولا حاجه معرقلها، فطبعا هتجيبها. الروتيتد والسكيلد في حلول ليها، يعني مثلا لو قلنا السكيلد ممكن تعمل من الجدول ده مالتيبل تيبلز وتكون ضارب الفي 1 والفي 2 والفي 3 ده في كونستنت، مره تضربهم في 2 مره في 1.5 مره في 2.5 مره في 3، فتجيب فيبقى عندك كذا تيبل بتعرف تعمل بيه فوتنج للعربيات الحجمها مختلف يعني لو انت محتاج. طب الروتيتد ممكن تعمل نفس الكلام تروتيت، بس لما ساعتها هتروتيت كله، لانك انت لما بتروتيت الجريدينت كمان بتروتيت معاه الفيكتور بتاع الفيكتور بتاع الترانزيشن ما بين البوينت بتاع الايدج والسنتر بتاع الشكل. فمثلا عشان نبقى شايفين مثال يوضح الكلام ده، حاجه زي كده لو الشكل ده كله لف 90 درجه يمين، النقطه دي الجريدينت بتاعها مش هيكون لفوق، هيكون يمين، وفي نفس الوقت الفيكتور بتاع الترانزيشن بتاعتها مش هيبقى في الاتجاه ده، هيبقى في اتجاه كده. فلا لما الاوبجكت بيلف الجريدينت بيلف معاه والترانزيشن من السنتر بيلف معاه. فانا ممكن اللي اعمله كالاتي، ان انا ازود ثيتات، ازود مثلا 5 درجات على كل الثيتات دي وعلى كل الفيكتورز اللي قدامها، ازود 10 درجات ازود 20 درجه وهكذا، فيبقى عندي 90 تيبل مثلا مفيش مشاكل، بس انا هعرف ديتكت الروتيتد والسكيلد والبارشال انكلود. وكمان مش كده بس، انا لما هعمل كده هبقى عارف السكيل فاكتور بتاع كل اوبجكت انا عملت له ديتكشن، وهبقى عارف الروتيشن عامل ازاي الاوبجكت برقم قد ايه. فده حل تاني سؤال. تالت سؤال بيقول لك after calculating the vote for line segments how to pick the peaks in the parameter space. هتبيك البيكس بالموضوع ده، ان انت بتجيب لوكال ماكسيمم، انت عندك الفوتس هتحصل في السبيس عندك حاجه زي كده حاجه زي كده. فانت هتعمل ايه؟ هتقول له شوف لي فين الماكسيمم، فهنا تلاقي فيه كذا ماكسيمم صح، فدي مشكله. فانا ممكن اقول بقى انا هلف بويندو عند كل نقطه واشوف والله لو لقيت النقطه اللي واقف عليها دي ماكسيمم في النيبر هود بتاعها يبقى ده هكونسيدر ان هي لاين، لو لقيتها مش ماكسيمم مش معناها لوكال ماكسيمم، قصدي ان هي ماكسيمم في نيبر هود مثلا 15 في 15 هي اكبر واحده فيهم، خلاص يبقى دي لاين. لو مش في حته لقيتها الرقم بتاعها كبير بس هي للاسف في حواليها نقط اكبر منها ممكن افكس لها. طبعا حجم النيبر هود اللي بكشف عليه ده بيديبند على البروبلم اللي انا بحاول اعالجها، وفي نفس الوقت انا مش هينفع اي حاجه اكبر كبيره في النيبر هود بتاعها اعتبرها لاين، لازم تكون هي اصلا كمان اباف ثريشولد معين. فده ايه ده حل السؤال ده. تمام، نرجع بقى للشيت نفسه. في اول سؤالين، السؤال ده بيقول لك ايه؟ consider the two points b1 3 و4 و b2 1 و5 where the first coordinate of each point is the x coordinate and the second is the y coordinate. show how to find the parameters of the common line between the two points for the half space. وحل الموضوع مرتين، مره بتexpress الموضوع ب y equal mx plus b ومره بتexpressه بالبولر coordinates
الرو ثيتا. For the latter form of the equation, assume theta to be the range of 0 لباي. تمام. Show that the two solutions are consistent. غالبا الـ assumption ده أنا ما اشتغلتش بيه يعني، بس نشوف، تعال نشوف. في الـ المفروض إحنا عارفين من المذاكرة إن لو أنا عندي نقطتين في الـ edge map في الـ image space هيموفوا للـ half space لحاجة كده. لو أنا شغال بالـ Cartesian coordinates كل واحدة من دول هتبقى line هيتقطع في نقطة اللي هي بتوصل الاثنين ببعض. لو انا شغال في البولر كوردينتس كل واحدة من الاثنين دول هتبقى ساين ويف. الرسم هنا مش دقيق قوي يعني، بس في الاخر انا متأكد ان هم هيتقطعوا في نقطة واحدة ومستحيل يتقطعوا في نقطتين. بس في النقطة اهي. فهو بيقول لك طب جرب كده هات لي معادلة اللاين ده اللي هو التقاطع ده. فانت اللي انت تعمله انت هتعوض تحل معادلتها، هتعوض بالنقط دي في معادله الكارتيزيان وتعوض بالمعادلات دي في معادلات البولر وتحاول تحل معادلات. ليه حل معادلات بيخلي الموضوع ظريف؟ ان انت بتحاول تجيب الام والبي اللي تسولف اللي لما تعوض بيها تخلي الايكويشن دي متحققه وتخلي الايكويشن دي كمان متحققه اللي هي كانك بتجيب نقطه التقاطع دي. فنقطه التقاطع دي هي اللاين فعلا بيمر بين النقطتين دول. فنفس الكلام هنا لو حليتها للرو سيتا هتجيب نقطه التقاطع، لما تجيب نقطه التقاطع هتبقى انت جبت اللاين اللي بيمر بين الاثنين دول. فالحل كالاتي، هعوض بالنقط دي في معادله y equal mx plus b. فيعني اول نقطه 4 equal 3m plus b، ثاني نقطه 5 equal m plus b. هحل المعادلات فاطرح 1 من 2 تطلع لي 2m equal negative 1، احل m equal negative نص، اعوض هنا مثلا يبقى 5 equal negative نص زائد b، negative نص رحنا طيب بالبوزيتيف يبقى b equal 5 ونص. جبت ال b خلاص. جبت ال b وال m هعمل ايه؟ هعوض في المعادله دي عشان اعرف المعادله الاصليه كانت ايه. فلما اعوض هيبقى عباره عن ان y equal negative x على 2 plus 5 ونص، اللي هي لو ضربت في 2 في كل حاجه تبقى 2 y equal x plus 11 equal 11، 2 y plus x equal 11. تمام. ده طريق بتاع الكارتيزيان. نمشي في طريق البولر x equal x كوزاين ثيتا زائد y ساين ثيتا. لو تاخدوا بالكم هنا تلاقي المعادله فيها بوزيتيف وفي الكتاب فيها نيجاتيف، ودي حاجه محيره بالنسبه لي بس ده الشيت يعني. ف x كوزاين ثيتا زائد y ساين ثيتا equal d. لو عوضت بالنقطه الاولانيه يطلع لك 3 كوزاين ثيتا زائد 4 ساين ثيتا ايكوال دي، كوزاين ثيتا زائد 5 ساين ثيتا ايكوال دي. هحل المعادلتين دول مع بعض، هتطرح الاثنين من بعض هتطير الدي، هيبقى لك ساينز وكوزاينز. حل حاجه زي كده انك انت تحاول تجيب التان، تطلع الساين في حته وكوزاين في حته، وبعد كده تقسم على الكوزاين فتجيب التان. تان ثيتا بيساوي 2، فيبقى الثيتا بكام؟ طالما الرسمه 2 زائد 30 درجه، 63 درجه. هتعوض في اي معادله من دول، كوزاين 63 زائد 5 ساين 63 هتلاقي الدي ب 4.92. خلاص جبت ثيتا ودي، تعمل ايه؟ تقوم جاي معوض في اي معادله من دول، قصدي في معادله البولر عندك ثيتا ودي، فعوض المعادله في الاكس والواي، فيبقى عندك 0.45 اكس زائد 0.89 واي ايكوال للكلام الجميل ده. اضرب اقسم قصدي على الاقل كسر يطلع لك 1.97 واي زائد اكس ايكوال 10.93. ايه الظريف في الكلام اللي تحت ده؟ ان انا جبت كده نقطه التقاطع دي، نقطه التقاطع دي المفروض نقطه التقاطع دي نقطه التقاطع دي معوض بالمعادلات بتاعت البارامتر بتاعت هنا y equal m x plus b، وهنا x وزين ثيتا زائد y ثيتا equal d. المفروض المعادلتين يطلعوا هم لان هم الاثنين بيريبريزنتوا نفس المعادله في الانج سبيس، فالمفروض المعادله دي تكون هي المعادله دي. طبعا حد ممكن يقف عند الحته دي ويقارن دي بدي ويقول لك ايه يا عم ده مين دولت، بس انت محتاج تخلي الارقام شبه بعضها يعني. فعلى الاقل مثلا الاكس كانت هنا بواحد فحاول تخلي اكس هنا بواحد، فعشان تخلي اكس هنا بواحد قسمت على 0.45 فطلعت كده. ففعلا الكوفيشنز بقت قريبه من بعض جدا، 1.97 و2 10.93 و11. بس فده ظريف. نرجع للشيت تاني. Consider the image point B equal 10 و7 knowing that the gradient direction بتاعها بالمنظر ده. Express the space of circle passing through B in the image space by equations in the parameter space. انا ما جاوبتش الحته دي، دي غلطه مني يعني. لو حاجة زي كده عايزين نعرف هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ انت من هنا البي ده ممكن تجيب السيتا بتاعتك. لما تجيب السيتا تعمل ايه؟ تقوم جاي معوض هنا. تعوض هنا. انت عارف الاكس والواي 10 و7، فدي معلش يا جماعة ما خدتش بالي من حتة في السؤال فما جاوبتهاش، فهتعوض هنا ب 10 وهنا ب 7. فيبقى عندك الاي والبي مجاهيل. فهتعوض، لا كده غلط كده غلط كده غلط. انت هنا عارف الثيتا فانت محتاج لاين مش محتاج المنظر ده. فهتعمل اللاين ده ازاي؟ حاجه زي كده a equal x minus r cosine theta b equal y زائد r sine theta. بس هو الفكره كلها ان الدكتور
اعملها في هنا في السلايدز بطريقه مختلفه، اعملها a ايكوال اكس بلس ار كوزين ثيتا وواي ايكوال بي ايكوال واي بلس ار، مفيش نيجاتيف. فانت عندك الاي والبي مجاهيل والسي ده مجاهيل، انا عارفهم والار مجهوله برضه. فنبص كده في الشيت، في الشيت انا عارفهم، ما دام انا عارف الدايركشن عارف الاكس والواي، لو قسمت الواي على الاكس يجيب لي تان ماينس 1، يجيب لي قصدي التان بتاع الزاويه، يجيب تان ماينس 1 للرقم اللي يطلع، يبقى انا كده بكتب بي. الاكس والواي قد بعض معناها ان الثيتا 45 درجه، لان هي التان بتاعتها بواحد بس. فلما بعرف ان الثيتا 45 هعمل ايه؟ اجي هنا اعوض ثيتا 45 ثاني 45، فانا جبت هنا. هل الار معروف ولا الار مش معروف؟ فيبقى عندي a ايكوال اكس، ايه ده ما اعرفهاش، الاكس عارفها ب 10 والواي ب 7، فيبقى عندي a ايكوال 10 بلس ار كوزاين 45 b ايكوال 7 زائد ار ساين 45 بس. فده دي معادله، هل دي معادله حقيقيه؟ فعلا اه معادله حقيقيه، انت عندك الاكس معادله فانكشن في الار والواي فانكشن في الار، بيزيد الاكس بتزيد مع الار والواي بتزيد مع الار. المفروض ان انت كل ما تعلى لفوق الاكس والواي بيزيدوا مع بعض في الاتجاه اللي هو بعيد عن الفيرتيكال لاين ده. فدي دي معادله لاين، يعني معادله لاين في 3 دي بيبقى ده فانكشن في ده وده فانكشن في ده، فكانك بتسقط اللاين ده على السبيس اكس وار، وبتسقط اللاين ده على السبيس واي وار، فبيبقى عندك تو لاينز. فلما انت بترسم التو لاينز دول وتقوم جايب ال 3 دي ريبريزنتيشن بتاعهم مع بعض. ده اول جزء من السؤال. لما يرجع ثاني جزء من السؤال بيقول لك انا if we are only interested in full circles of radius 20، فانا دلوقتي بقيت عامل ازاي بقى؟ لو جيت تاخد بالك هتلاقي ان انت بقى عندك a equal 10 plus r انت عارفها وسي ده انت عارفها، b equal 7 زائد r انت عارفها وسي انت عارفها، عندك ايه؟ خلاص انت عرفت، انت عرفت الار، فانت قطعت اللاين ده بهورزونتال بلين، فهتقطعها في قد ايه؟ في نقطه. بس هو السؤال بقى، هل ده صح اصلا ولا لا؟ ده مش صح، ان هو هنا افترض ان انا لو عارف نون جريدنت دايركشن وان نون ريديوس، فانا اسمه ايه ده؟ فانا لاين واحد، انا اكشلي ما بقاش لاين واحد، بقى تو لاين. فطبعا يعني بغض النظر ان السلايدز بتقول حاجه، انا طبعا اكثر عبقريه من السلايدز، فانا بقول حاجه ثانيه خالص. اللي انا بقوله ده ليه؟ ليه بقول ان دول تو لاينز مش لاين واحد؟ عشان مش عارف المتخلف اللي اسمه كريستين جرومان ده مش عارف ازاي حاجه زي كده تعدي عليه يعني، بس معلش ما قابلنيش قبل كده، راجل معذور يعني. فهنا الفكره في ان انت الجريدنت دايركشن هو هنا افترض ان هو بيبوينت تورز السنتر بتاع الدايره، بس ده مش شرط يكون حاصل. ليه؟ لان احنا عارفين ان الجريدنت دايركشن من الايدج ديتكشن بيبوينت تورز الانكريز بتاع الانتنستي. يعني لو انا مثلا عندي، لو نرجع كده الحته دي كده، الجريدنت دايركشن كان بيبص فين؟ مش جاي هنا. بس لو احنا هنا لو تفتكروا كان الجريدنت دايركشن لو انا واقف عند النقطه دي كان هيبقى الدايركشن بتاعه كده. فانا عندي احتمالين للموضوع ده، لو انا تخيلوا لو انا عندي دايره بالمنظر ده كده، عندي دايره سوداء والباك جراوند بتاعتها بيضاء، فيبقى انا في النقطه اللي بره دي لو انا الجريدنت دايركشن جبته هيبقى بيبص الناحيه دي. طب لو انا واقف على دايره بيضاء والخلفيه سوداء، هتلاقي الدايركشن بتاع الجريدنت بيبص جوه الدايره، صح؟ فالجريدنت دايركشن مش شرط يبقى دايما بيبص جوه الدايره زي ما هو افترض هنا، بس معلش هو معذور يعني زي ما انت عرفنا. فالثيتا دي الدايره ممكن ما دام انا عندي الايدج هنا فالدايركشن بتاعها كده، مش شرط يبقى الدايره هنا، ممكن تبقى الدايره الناحيه الثانيه. ده ديبندنج على ايه؟ على نوع الايدج دي، قصدي الدايره كانت اغمق من الباك جراوند ولا افتح من الباك جراوند، تمام؟ فهنا عشان للسبب ده اسمه ايه ده؟ انا هو طبعا ممكن يكون انا قصده حاجه غير اللي انا بقولها يعني، بس هو هنا ممكن يكون قصده ان لا انا عندي دايره وهتروح للاين يعني. اللي انا بقوله بقى ان انت لو انت بتحل السؤال بقى بتاع الشيت ده، فانت عندك احتمالين، عندك احتمال انك انت السيتا تكون ب 45، وعندك احتمال ان السيتا تكون الناحيه الثانيه اللي هي 45 زائد 180. لان انا التو دايركشنز يعني بتاعت ال السيتا، بافتراض ان السيتا دي بتقول لك انت هتروح ناحيه سنتر ازاي، فانا بقول لك ان انت لو انت واقف هنا، لو انت عارف عايز تروح ناحيه سنتر وانت عارف ان الجريدنت دايركشن كده، فالسنترز البوسيبل بالنسبه لك انك تمشي في اتجاه الدايركشن ده راديوس في الاتجاه ده، او تمشي في الاتجاه العكس راديوس برضه، تمام؟ او تجمع الاكس كومبوننت ار كوزاين ثيتا، الار كوزاين ثيتا تجيب الهورزونتال كومبوننت دي، بعد كده تجمع على الواي ار ساين ثيتا فتروح للايه؟ الكومبوننت دي.
لو شفت بالعكس هتلاقي سيتا بقت في الربع المعاكس، فهتلاقي ضربت نيجاتيف هنا ونيجاتيف هنا، فهتلاقي نفسك ماشي في الاتجاه التاني. فحل السؤال ده ببساطة ان انا هعوض اجيب السيتا في الاول، سيتا 1 هتبقى 10 ماينس 1 0.1707 على 0.707 اللي هي 10 ماينس 1 اللي هي 45. هجيب سيتا 2 اللي هي 225 اللي هي دي زائد 180. في السلايدز المعادلين اهمت هنعوض في المعادلين دولت بالار والسيتا اللي احنا عارفينهم 20 و45، يطلع لك رقم هنا ورقم هنا، ونفس الكلام هنعوض بالسيتا الثانيه فيطلع رقمين مختلفين. فهو يعني لو انت عند بوينت ال 10 و7 10 و7 وعايز تجيب دايره في اتجاه الدايركشن بتاعها 45 درجه، فهتمشي لفوق كده 20 راديوس 20، فهتعلى بالمنظر ده تنزل تمشي لتحت العكس الاتجاه ب 20، فهتلاقي الاشارات بقت معكوسه كده. فده كده ايه الشيت حله، فربنا معاكم ان شاء الله. السلام عليكم.